موعد مباراة الزمالك القادمة ضد البنك الأهلي بالجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، والقناة الناقلة وترتيب الفريقين ونتيجة آخر مباراة للفريقين وملعب المباراة. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. حيث تنطلق مباراة الزمالك القادمة التي ستقام ضد البنك الأهلي بالجولة 17 من الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الموافق 26 إبريل 2021، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، والـ10:30 مساء بتوقيت السعودية، والـ11:30 مساء بتوقيت الإمارات، والـ8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتزع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي، ويقام اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي. ويدخل فريق الزمالك هذه الجولة وهو بالمركز الاول بالصدارة برصيد 36 نقطة، حيث لعب 16 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين. اما فريق البنك الاهلي يدخل هذه الجولة وهو بالمركز 16 برصيد 14 نقطة، حيث لعب 17 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات. ويحتل المركز الثاني فريق الأهلي برصيد 33 نقطة، كما يحتل المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 30 نقطة، ويأتي بالمركز الرابع فريق المصري برصيد 29 نقطة. أما المركز الخامس الاتحاد السكندري برصيد 28 نقطة. وعن آخر مباراة للفريقين، فاز فريق الزمالك على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0، أما فريق البنك الأهلي قد خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 4-2. وفي النهاية ما هي توقعاتكم للمباراة؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.